بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستكمل مع الصفحة رقم 87 في آخر الصفحة كما نرى. Je retiens sur la première image de gauche. Qu'est-ce qu'on a? On a elle boit de l'eau. Elle boit de l'eau. Sur la première image de gauche, على الصورة الأولى على اليسار. Qu'est-ce qu'on a? ماذا عندنا؟ On a elle boit de l'eau. Elle boit de l'eau. Elle boit de l'eau. هي تشرب الماء. Elle boit de l'eau. Elle boit de l'eau. هي تشرب الماء. طبعا عندنا هنا لو فيرب بواغ. On a le verbe بواغ. عندنا فعل شرب. طبعا لا كونجيغيزون دو فيرب بواغ او بريزون دو لانديكاتيف. اذا لا كونجيغيزون دو فيرب بواغ. إذن تصريف فعل شرب أو بخيزون دو لانديكاتيف. إذن في الحاضر كيس كون دي؟ ماذا نقول؟ Pour la première personne du singulier, كيس كون دي؟ On dit je bois. Pour la première personne du singulier. إذن للضمير الأول في المفرد نقول je bois. Je bois. ثم pour la deuxième personne du singulier. Pour la deuxième personne du singulier. إذن بالنسبة للضمير الثاني للمفرد ماذا نقول؟ Tu bois. Tu bois. أنت أو أنت تشرب أو تشربين. ثم عندنا pour la troisième personne du singulier. Qu'est-ce qu'on dit? Il boit. Il boit. إذن نقول هو يشرب. Ou bien elle boit. أو هي تشرب. ثم بنفس الصرف نقول on boit. كما لو نقول بأن الناس تشرب. إذن on boit. On boit. ثم pour la première personne du pluriel, qu'est-ce qu'on dit? On dit nous buvons. Nous buvons. Nous buvons. نحن نشرب الآن. ثم pour la deuxième personne du pluriel. Pour la deuxième personne du pluriel. إذن بالنسبة للضمير الثاني للجمع طبعا نتكلم عن أنتم أو أنتن. ماذا نقول؟ نقول vous buvez. Vous buvez. أنتم تشربون. Vous buvez. أنتم تشربون. Pour la troisième personne du pluriel. إذا بالنسبة للضمير الثالث للجمع نقول ماذا؟ Ils boivent. هم يشربون. Ils boivent. Ils boivent. Ou bien elles boivent. Elles boivent. هن يشربن. إذا هذا فيما يخص لو فيرب بواغ. إذن طبعا عندنا في الصورة الأولى إل بوا دو لو. إل بوا دو لو هي تشرب ماء. بور لا دوزيام إيماج كيسكو نا كيسكو سي. سور لا دوزيام إيماج كيسكو سي كيسكو سي. ما هذا؟ سو سون دي زوازو. سو سون دي زوازو. إذن عندنا دي زوازو. إذن نتكلم عن طيور. دي زوازو. طبعا في المفرد ماذا نقول؟ في المفرد نقول ان وازو. ان وازو. طبعا نحذف في هذه الحاله هاد اكس التي تكتب في اخر الكلمه عند الجمع. اذا هاد اكس نضيفها عند الجمع. اذا نقول دي زوازو يعني طيور. في المفرد نقول ان وازو. ان وازو يعني طائر. ثم نو باسون على ترويزيام ايماج. Et nous posons la question, comment est-elle? Comment est-elle? Namor et la sora telita, ou notre sous elle, kifehia? Kifehia? Comment est-elle? Comment est-elle? Yani kifehia? Yani ala ayi hal hiya? Idan naqul, elle est debout. Elle est debout. Hiya waqifa. Elle est debout. Yani hiya waqifa. Naqul matalan, elle est debout à côté de son fils. Elle est debout à côté de son fils. هي واقفة بجانب ابنها. À côté, يعني بالقرب. De son fils, من ابنها. Elle est debout à côté de son fils. هي تقف أو هي واقفة بالقرب أو بجانب ابنها. Elle est debout à côté de son fils. ثم, il boit. Un café debout au comptoir. Il boit un café debout
او كونطوار، يعني هو يشرب قهوة واقفا او كونطوار، على طاولة المبيعات او بالمكتب التجاري. اذا نقول il boit un café debout au comptoir. Il boit un café debout au comptoir. او نقول مثلا la voilà elle est debout. La voilà elle est debout. ها هي انها واقفة. La voilà elle est debout. ها هي انها واقفة. طبعا في حالة الجمع نقول elles sont debout. Elles sont debout. طبعا في المفرد نقول elle est debout هي واقفة. طبعا في المفرد نقول elle est debout يعني هي واقفة. في الجمع نقول elles sont debout l'une à côté de l'autre. الواحدة بالقرب من الأخرى. أنهن واقفات كل واحدة تقف بالقرب من الأخرى. elles sont debout. Elles sont debout l'une à côté de l'autre. طبعا في حالة المذكر نقول ils sont debout l'un à côté de l'autre. في حالة المذكر نقول ils sont debout l'un à côté de l'autre يعني هم يقفون الواحد بالقرب من الآخر. Pour la dernière image, qu'est-ce qu'on a? On a Dodo. إذن بالنسبة للصورة الأخيرة عندنا دودو. دودو الأرنب. وكالعادة عندنا هاد الفقرة في آخر الصفحة عندنا كومبيتونس. كومبيتونس يعني قدرات. على فان دو سيت سومين في نهاية هذا الأسبوع. في نهاية هذا الأسبوع تو سوغا كابابل. أنت أو أنت ستكون أو ستكونين قادر أو قادرة. قادرة على ماذا؟ دومبلويي des expressions pour donner les conseils. إذن ستكون قادر على استعمال عبارات من أجل إعطاء نصائح. إذن غتستطع في نهاية الأسبوع على استعمال عبارات من أجل إعطاء نصائح. طبعا نتكلم عن معاني العبارات المكتوبة في هذه الفقرة. إذن à la fin de cette semaine tu seras capable. إذن في نهاية هذا الأسبوع ستكون قادر. d'employer des expressions pour donner des conseils. إذن ستكون قادر على استعمال عبارات من أجل إعطاء نصائح. ثم de lire les sons ou ايوا. ستكون أيضا قادر على قراءة الصوتين. les sons ستكون قادر على قراءة الأصوات كما عندنا هنا أو الصوتين أو إيوا. ثم ليمو إليفخاز لكونتنو. ليمو إليفخاز لكونتنو. ثم ستكون قادر على قراءة الكلمات والجمل لكونتنو المتضمنة إياها. هاد إياها هي هاد اللي عندنا هنا. إذن ليمو إليفخاز لكونتنو. إذن ستكون قادر أيضا على قراءة الكلمات والجمل المتضمنة لها. طبعا المتضمنة لهاد أو إيوا. ثم ديكخيغ كوريكتومون أو إيوا. ثم ستكون قادر على الكتابة بشكل صحيح أو إيوا. ثم ستكون قادر على الكتابة بشكل صحيح أو إيوا. يعني أنك ستكون قادر على كتابة أو إيوا بشكل صحيح. ثم دو ريسبكتي ايدي لي بيرسون اجي. ثم دو ريسبكتي ايدي لي بيرسون اجي. دو ريسبكتي ايدي لي بيرسون اجي. على فان دو سيت سومين تو سورا كابابل دو ريسبكتي ايدي لي بيرسون اجي. على فان دو سيت سومين تو سورا كابابل دو ريسبكتي ايدي لي بيرسون اجي. اذا في نهايه هذا الاسبوع أنت ستكون قادر على احترام ومساعدة الأشخاص المسنين. في نهاية هذا الأسبوع أنت ستكون قادر على احترام ومساعدة الأشخاص المسنين. À la fin de cette semaine, tu seras capable de respecter et d'aider les personnes âgées. نكتفي بهذا القدر. حياكم الله.
وإلى لقاء قادم بإذن الله.